صباح الخير على مشاهدينا مشاهدي برنامج حكايتنا. حكايتنا مش معنى حكايتنا ان احنا بنتكلم عن حكايتنا احنا لوحدنا، احنا بنتكلم عن حكاية تهمنا كلنا، تهمكم انتم في الاساس لان انتم حبايبنا والاهم لينا. صباح الخير عليكم جميعا. بس قبل ما نتكلم عن حكايتنا النهاردة احب اقدم ضيف حلقتنا النهاردة الشيف علاء عماد الدعباسي. اهلا وسهلا لحضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا شيف عماد. الحمد لله والله تمام. صباح الخير على كل الناس والجمهور وفريق الاعداد وحضرتك. شكرا شيف عماد. حضرتك ممكن توضح لنا النهارده ايه اللي معاك النهارده، هتطبخه لنا النهارده وهتقدمه لنا النهارده؟ ان شاء الله احنا النهارده هنعمل حاجه كويسه قوي، حاجه كل البيوت جميع الطبقات بتاكلها، جميع الطبقات شغاله فيها. احنا هنعمل طاجن عكاوي، حاجه كويسه جدا ومفيده جدا ومش مكلفه في البيت ولا مكلفه لست البيت. نبدا نشتغل واحنا بندور حديثنا مع بعض. انا حضرتك مكونات اهي، انا معايا دلوقتي بصل كاريه، تقطع كله كاريه تمام، ويبقى فلفل الوان مع الفلفل الوان، يبقى طماطم كاريه. طماطم المقادير بتاعت حضرتك عرفنا الاول. المقادير بيبقى دلوقتي بجيب عكاوي وبتلو تمام، بيبقى معايا بصل طماطم فلفل الوان روزماري ريجانو، ممكن يبقى طماطم عشان تاخد الطعم بتاعها والتيست بتاعها. طيب وبيون، وبعد كده بتاخد في الفرن بنسلق العكاوي خالص تتسلق. اسم الطبق، اسم الطبق اللي هتقدمه لنا النهارده طاجن عكاوي. طاجن عكاوي، طاجن عكاوي. طاجن عكاوي ده بجيب العكاوي بغسلها غسله كويسه، خل وليمون تمام وملح، وبعد كده بروح جاي اعمل حاجه بتاعتي خالص سلق. طيب بالنسبه لطاجن العكاوي له اكتر من طريقه ولا هي طريقه واحده بس اللي بتعمل بيها الطاجن؟ لا، على حسب اذواق الناس. في ممكن يبقى طاجن عكاوي بصل بس، في طاجن عكاوي ممكن ياخد معاه فلفل الوان، ياخد معاه طماطم، ياخد معاه توابل كلها تمام. اما بالنسبه للي شائع والاغلبيه كلها شغاله فيه اللي هو نظام ميكس، النظام بصل طماطم فلفل عشان التست، الطاجن المعتاد المعتاد اللي يطلع وياك مظبوط و10 على 10 وما يبقاش فيه، ويبقى فيه قبول من الجميع، من اطفال وشباب وناس كله طيب في انواع معينه او طواجن معينه او توابل معينه بتتحط في الطاجن ده او انواع معينه اصناف معينه؟ طبعا هو اساس الطواجن عامه اللي هي الايه؟ الخضروات، اللي هو الريجانو والروزماري، دول يدوا وياك اعلى تيست واعلى طعم واعلى ريحه، دول مفيدين جدا واي ست بيت عندها الكلام ده ما فيهاش اي مشكله. طيب شيف عماد، احنا النهارده موضوعنا عن العلاقه بين الناس. العلاقه بين الناس، ايه رايك في الموضوع ده؟ العلاقه بين الناس لو بالحب والود، زي اصل دلوقتي احنا دلوقتي في عصر التقدم، يعني مش لازم ان كل واحد يعرف واحد عشان مصلحه. طبعا طبعا، انا ممكن اعرف حضرتك او احبك لله مش اكتر، يعني مش لازم كل حاجه مصالح ولا كل حاجه حاجات شخصيه. تمام. دلوقتي خلاص البصل اهو بدا يستوي، بنزل عليه فلفل الوان تمام. اما العلاقه العلاقه الشخصيه او العلاقه بين الناس هي تعارف وحب وصله. اكيد طبعا مع بعض. طبعا الود هو الاساس في كل العلاقات الناجحه. طبعا اصل ما ينفعش. وهنتكلم النهارده عن العلاقه بين الناس. العلاقة بين الناس مش المقصود بيها ان الواحد وخطيبته او الشاب والفتاة، المقصود بين العلاقة هنا النهاردة العلاقة بين الناس، بين الجيران، بينك وبين جيرانك، بينك وبين اصحابك، بينك وبين اهلك وناسك. التعامل الطيب والكلمة الطيبة، طبعا زي ما وصى الدين ان اهم حاجة في العلاقات بين الناس الكلمة الطيبة، حتى بيتقال كلمة طيبة صدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى على سابع جار، مش معنى سابع جار إن هو الجار السابع، لا، الجار سابع جار إن هو جيرانك كلهم في الشارع، تعامل بالحسنى، تعامل بأسلوب طيب، بأسلوب محترم، بالود، وأهم حاجة طبعًا التعامل بينك وبين أهلك، أهم حاجة الأهل هم السند وهم الظهر زي ما بنقول. بنسمع إن أنت لو الأب أو الأم توفوا كده ما عادش ليك سند في الدنيا. طبعا هو ده نادر جدا لما تلاقي ليك صاحب وافي او صاحب واقف جنبك بيعوضك عن اهلك، بس طبعا في الاساس مفيش حد بيعوضك عن الاهل. شيف عماد ممكن تتابعنا وصلت لفين؟
احنا كده خلاص حطينا الفلفل الالوان مع البصل. تمام تمام. هنبدا نحط الطماطم وياهم. تمام. ونسيبهم مع بعض وهنديهم شويه بيون. تمام تمام تمام. وبعد كده روزماري. تمام. بس الروزماري مش كتير علشان ما يعملش في الريحه، ما يطلعش ريحه جامد، يعني زي نظام ما بيقولوا ايه ريحه زعطه. لا طيب ريحه كويسه. بالنسبه للراي رايك في الموضوع شيف عماد اللي بنتكلم فيه دلوقتي، او النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، هي نقطه ممكن يكون لك صاحب يقف معاك زي الاهل بالظبط؟ لا، هو ممكن يبقى الصاحب في بعض الاوقات احسن من الاخ ساعات في العصر اللي احنا فيه حاليا. بتصادف فعلا العصر الحديث اللي احنا فيه حاليا، نظرا لكثره اصدقاء السوق، فما عادش العمليه او العمليه طبعا عادت يعني مرعبه شويه انك تعتمد على صديق او صاحب. وبالنسبه طبعا ان دلوقتي والدك او والدتك توفهم ان انت مالكش حد، لا انت ليك كل الناس طبعا. معاملتك انت مع الناس هي اللي بتحكم بالناس، هي اللي بتحكم على الناس اللي يتعاملوا معاك. احنا بنتكلم في الاساس طبعا في اساس الاهل نفسهم، او في الاساس نفسه طبعا اهلك والدك ووالدتك طبعا. ده موضوع ال وغير كده طول ما انا بنتكلم فيه، طول ما انا كويس مع والدي ووالدتي انا اولادي هيطلعوا معايا كويسين. تمام. زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الاحسان بالاحسان. يعني دلوقتي انا مش هبقى بحسن وهيجي مش هيبقى يحسن ليا، لا طبعا. انت حصل مع حضرتك موقف من صاحب او صديق سواء وفاء جدا او نوع من الغدر؟ انا الحمد لله انا اصحابي كلك واصدقائي كلك اوفياء ليا، لان انا بتعامل معاهم معامله بما يرضي الله. تمام. وده اللي احنا بنتكلم فيه برضه، حكايه والحمد لله يعني كلمه طيب. الحمد لله حب الناس دي نعمه من عند ربنا طبعا، نعمه وفضل من عند حب ربنا. الناس طبعا نعمه من النعم اللي ربنا بينعم بها علينا، مش موضوع الفلوس او البنون او عربيه او بيت او كلام من ده. حب الناس ده رزق من الرزق اللي بيقسمه ربنا على عباده. وطبعا اكتر حاجه في الدنيا ممكن تسعد شخص حب الناس ليه، او التعامل الطيب بينه وبين اصدقائه او جيرانه او بقيه اهله. شيف عماد، ممكن تقول لنا ايه السبب اللي خلاك انك تخش في مهنه الشيف، او انك تحب مهنه الشيف دلوقتي؟ يعني نتكلم صراحة. تمام. الحاجة الوحيدة اللي في البلد اللي ما بتوقفش الأكل. الأكل والشرب. الأكل فعلا. أنت بتعمل مستقبل لنفسك بنفسك. طبعا طبعا. يعني أنت بتعمل بالناس مستقبلك. الحاجة الوحيدة، الحاجة الوحيدة اللي هي أساسا أي حد ما يقدرش يستغنى عنها طبعا الأكل. هي الأكل. الأكل طبعا. يبقى أنت تاخد الطريق من المنطلق ده. يعني كان في قدوة ليك إن أنت شفت شيف، أو اللي إيه يعني إيه الأسباب اللي دفعتك إن أنت تحب المهنة في وتخوض فيها كده؟ في وسط العصر اللي احنا فيه ده لازم كل واحد غير تعليمه يشوف حاجة يشتغل فيها كويسة بحيث إن هي تأمن له مستقبله، دي حاجة. غير كده أنا الحمد لله يعني أنا أولاد عمامي كلك في شيف عموم في الغردقة، يعني احنا كلنا نعتبر عيلة متكاملة في المهنة. تمام؟ دي حاجة. تاني حاجة ان انا دلوقتي لما دخلت المهنه، يعني انا دخلت المهنه ان انا اخدها كمهنه، فطورت من نفسي كمان ان انا اخدتها كدراسه، يعني انا درست فيها من حب فيها خلاني ادرس. طبعا. لان المهنه يعني دي دراسه كمان. أيوة. مش مجرد مهنه. لا طبعا، لان المهنه دي ما هي الا حب، مش شغل ولا طبعا فلوس طبعا ولا شهره. حبيت المهنه هتديك فلوس وهتديك شهره وهتديك حب الناس وهتديك كل شيء، لان دي الحاجه الوحيده اللي الاجانب بيقولوا على الطباخ او الشيف دكتور. لان انت في معده جميع الناس طبعا، فانت لازم يبقى فيه طب علاقه بينك وبين ربنا طبعا في الحاجه اللي انت بتعملها. طيب بتنصح بايه الشباب اللي نفسهم مثلا يخشوا في المجال ده او في المهنه ديت؟ يعني دراسه ولا لازم يبقى عنده حب الطبخ في حد ذاته؟ انا بنصح حاجه واحده، حب الحاجه عشان تعرف تاخد منها. انا دلوقتي انا يعني والدي فرض عليا اخش هندسه، بس انا مش عاوز الهندسه، مش هنفع فيها. مش هعرف طبعا المجال اللي بتحبه هو اللي بتخوض فيه، بس علشان اعرف اتحكم واعرف اشوف دنيتي فيها ماشيه ازاي. اما دلوقتي انا داخل حاجه من غير حب اعمل فيها ايه؟ هفشل طبعا. في اماكن مفتوحه للدراسه طبعاً لدراسه مهنه الشيف كتير، بس يعني بدون ذكر اسماء. لا بدون ذكر اسماء، بس هو موجود كتير. بس كتير. اللي عايز طبعا اللي عايز. هي كله في الاساس زي دلوقتي الشباب ما بيقول لك ايه، انا دلوقتي انا بشرب سجاير، انا قرفان، انا زهقان، انا ما فيش شغل. ما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل، الشغل موجود في كل مكان طبعا. بس اللي طبعا عايز يشتغل طبعا، اللي عايز يشتغل. اصل انا دلوقتي مش هروح شغلانه اول ما اخش فيها انا عايز 10,000 جنيه، لا طبعا مستحيل. ما هو لازم كل واحد يبدا السلم درجه درجه.
وحتى كشغل كشهرة كغيره، لازم كل واحد يطلع السلم درجة درجة. طيب نرجع لموضوعنا تاني وموضوع العلاقة بين الناس. طبعا احنا ما زي ما قلت لما زي ما سألتك الوقت من شوية ان حد من اصدقائك عمل معاك موقف وافي او موقف اثبت فيه وفاءه لك، ما انا قلت ممكن لحضرتك تحكي لنا؟ لا ما هو انا قلت لحضرتك، هو دلوقتي انا بتعامل او غدر بيك؟ لا الحمد لله ما فيش غدر. طبعا. ليه؟ لان انا بتعامل مع الناس ان ما فيش غدر، انا ما ينفعش اغدر بحد. عشان ليه؟ هو الكلمه الطيبه والعلاقه أيوه. الطيبه علشان دلوقتي انا لو غدرت هيجي غيري، هيجي غيره اللي يغدر بي. صح. لا زي نظام يا ابن ادم افعل ما شئت كما تدين وتدين كما تدين حتى لو بعد حين، يعني اللي انت عايزه كله اعمله بس هيجي لك. اما طول ما انت كويس مع الناس، محترم مع الناس، اسلوبك كويس، بتراعي مشاعر الناس، بتراعي الاسلوب، بتراعي الطريقه، بتراعي ربنا في كل شيء. طبعا الاسلوب او اللسان هو الموضوع، وبتراعي ربنا طبعاً رقم واحد طبعاً. في كل شيء ربنا هيبقى وياك ومش هيغزلك عند اي حد، وهتلاقي ناس كتير تقف لك في كل مكان. طب زي ما الشيف عماد اثار نقطه الوقت تخص موضوعنا وهي كما تدين تدان، يعني انا بعتبر ان الجمله ديت لخصت الموضوع كله اللي احنا بنتكلم فيه. كما تدين تدان، افعل يا ابن ادم ما شئت فكما تدين تدان. شيف عماد كنت كلمنا عن الطبق بتاعك، وصلت في الفن؟ انا دلوقتي كده خلاص خلاص الطبق، يعني خلاص دلوقتي البصل اتاخد سوتيه، لان هو كل شيء بيتاخد سوتيه، بس لازم كل حاجه تتقطع كاريه، تتقطع كاريه مكعبات عشان ايه الستات او الجمهور اللي بيشاهدنا دلوقتي او المشاهدين، كاريه يعني مكعبات، بحيث ان هي اساسا تبقى باينه في الطاجن. تمام. ما تبقاش صغيره علشان ايه يبقى الطاجن فاضي، لا تمام. وبعد كده بعد البصل بيتاخد سوتيه، بينزل عليه فلفل الوان سوتيه، وبعد كده بنزل بالطماطم، بدي بقى روزماري، بدي ريجانو، بدي فلفل الوان، ده كله وياه. طيب ممكن تقول لنا سؤال بيهم الجمهور طبعا في المقام الاول، الفرق بين الفيجن فود والهيلسي فود؟ اصلي دلوقتي ما هو دلوقتي اصل هو دلوقتي ناس كتير قوي ما تعرفش الكلام ده، ناس كتير ما تعرفش. طب الناس بتسمع عن الهيلسي فود لكن حد في ناس كتير مش فاهمه معنى الهيلسي فود ايه. اصل دلوقتي صلي، اصل دلوقتي بص، هو دلوقتي في ناس في طبقات كتير ما تعرفوش. طبعا. فهو دلوقتي انت هتخوض فيه، بس هي ناس ما تعرفوش او ما تعرفش امكانياته ايه او دنيته ايه. يعني دلوقتي يعني طبقات كتير في مصر. هو طبعا بدون ذكر اللي اسماء بيهم اللي بيهم الجمهور بالنسبه للموضوع الهيلسي فود اللي هو الاطباق اللي بتخص ومعانا مداخله تليفونيه منال من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك عامل ايه؟ صباح الخير يا مدام منال. الله يخليك، صباح النور. اتفضلي معاك الشيف عماد. الشيف عماد عندي عزومه وعايزاه يقول لي اعمل ايه، وعايزاه يقول لي على كفته الحاتي وكباب الحله. تحت امرك. متشكرين قوي. تحت امرك. شكرا لاخلاقكم. تحت امرك. الله يخليك، سلام عليكم. هرد على حضرتك حالا. السلام عليكم. دلوقتي كده خلاص البيون نزلنا بيون على الطاجن بتاعنا. نرد على منال. تمام. نرد على مدام منال. كباب الحله يا مدام منال، بتجيبي بصل كاريه تقطعيه، بتجيبي لحمه بتلو كاريه، تمام، وبعد كده بتشمطيها يعني زي نظام ايه، بتلسعيها على جريلا او لو ما فيش جريلا بتاخدها في طاسه، نظام ان انت بنظام تشويح. وبعد كده بتجيبي فلفل الوان، وبعد الفلفل الالوان بتجيبي بصل كاريه بتاخديه سوتيه مع الفلفل مع الطماطم مع اللحمه، وتديها خلاص يعني مش لازم بيون كتير قوي، لا بيون قليل خالص علشان بحيث ان هي تبقى متماسكه. وبعد كده بتديها ورق لورا وحبهان، تمام، وبعد كده بتديها توابل، توابل اللي انت عايزاها، ملح فلفل كمون، بس ركزي على البهارات اللحمه والزعتر والروزماري. معانا مداخله على الثلاث حاجات دولت. ومعانا مداخله ثانيه من الاستاذ رجب من الاقصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ رجب. تحياتي ليك وتحياتي لضيفك وتحياتي لفريق الاذاعه المحترم. تحياتي ليك يا فندم، تحياتي ليك والمشاهدين. صحه وجمال يا فندم. صباح الخير، مع حضرتك الشيف عماد. الله يبارك فيك يا رب. بالنسبه يا شيخ النبي يا شيخ، عايز طعميه دي، عايز الطعم بتاعها اللي بيبقى حلو كده يخليها طعمها حلو، التتبيله بتاعت الطعميه. تتبيله الطعميه تحت امرك. وبالنسبه للضيف يا شيخ، عايز اقول له يعني ايه صله الرحم، ما عرفش ليه كده قلت والناس كده، يعني ما تعرفش ايه حصل لها غير زمان. كان زمان الجار يسال على جاره، تعشى ما تعشاش،
يعني انا رايح سني مثلا 63 سنه، كنت لا مؤاخذه ايه كنا عجلان على بعضها تلف على بعضها. تمام. يعني تعشيت يعني تعشيت يا بنت معلش بيسال على ده وده ياخذ من ده حاجه وده دي حاجه غير دروع قالت سيادتك. تمام يا حاج رجب. تمام. بالنسبه حاج رجب للطعميه، اهم حاجه في الطعميه الكرات والبصل. الكرات والبصل اللي هم اساس اساس الطعميه واساس طعمها واساس دنيتها. اما بالنسبه حاج رجب لصله الرحم، ما احنا قلنا حاج رجب ان احنا دلوقتي في زمن غير الزمن، زمن الناس الطيبه خلاص. طبعا. دلوقتي اللي طبعا. بيعرف واحد عاوزه عشان مصلحه. انا بعرف الحاج رجب عشان عاوز مصلحه منه، انا بعرف الشيف عماد عشان عايز منه اي حاجه. تمام. اما دلوقتي ما عادش انا جاري اتعشى ما اتعشاش، نام ما نامش، ما يشغلنيش لانه يجي بتاعتي اقول لك انا اقفل بابي بدل عيالي عندي خلاص. ومعانا الاستاذ رجب تاني، راجع لنا تاني الاستاذ رجب. اهلا بك يا استاذ رجب. اهلا بحضرتك يا باشا. الشيخ رجب واصل بحضرتك. ايه راي حضرتك في موضوعنا النهارده، موضوع صله الرحم؟ يا باشا صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. موضوع الرحم يا فندم، لاخ بقى بيضرب اخوه عشان مرات اخوه، لا مؤاخذه في الكلمه، بقى بيحتاج معاه عشان خاطر مرات اخوه. مثلا لو واحد بيتكلم مع واحد يقول له لا مراتك عملت مراتك سوت، فطبعا صله الرحم قلت. والرك يا استاذنا على الاب والام في التربيه. طب ده رايك يا حاج رجب بيرجع ل يعني عدم يعني ابتعاد الناس عن الدين، ولا عدم انعدام الاخلاق؟ علشان يا استاذنا احنا بعدنا عن الدين بتاعنا وبعدنا عن سنه الله عز وجل وكلام حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بعدنا عن الدين يا استاذنا، المفروض الناس كلها ترجع نفسها. صح حضرتك. الكبر وبعد ما كل الناس يدخلوا يا استاذنا. صح. ما فيش مفر يا بيه. نشكرك يا حاج رجب على المداخله دي، ونشكرك على راي حضرتك. ونرجع للشيف. تمام. كلمنا شيف. تمام. وصلت فين؟ خلاص هو كده. خلاص هو الطاجن كده يعتبر جاهز. خلاص كده. الطاجن كده جاهز. تمام. اما بالنسبه للاستاذ رجب اللي كان بيتكلم، لان الريحه طالعه في الاستديو جوعتنا كده على فكره. تحت امرك بالهنا والشفا. جوعتنا كده كلنا. تحت امرك بالهنا والشفا. الله يخليك. اتفضل. اما بالنسبه لصله الرحم اللي الاستاذ رجب كان بيتكلم عليها، ما هو فعلا دلوقتي يا استاذ رجب احنا بعدنا عن الدين. مين دلوقتي يعني، ما احنا قلنا كلمه واحده، اهم حاجه ان اتقي الله. نشتغل واحنا بندير الحديث. اتقي الله. اهم حاجه ان انت تبقى متقي الله في كل شيء. الاخلاق هو موضوع الاخلاق، وطبعا الرجوع للدين وتنفيذ تعليمات الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني زي ما انا قلت لك، والالتزام بكتاب ربنا. طبعا ما هو دلوقتي، لان هو الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه في اخر خطبه ليه اما قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني الموضوع الدين كله يا جماعه بيتلخص في الاخلاق، بيتلخص في التعامل والاخلاق والاسلوب المهذب في التعامل مع الاخرين او مع الناس عموما، حتى لو ما كانش من نفس الديانه بتاعتك، لو من ديانه ثانيه سواء مسيحيه او يهوديه او من اي ديانه ثانيه، المفروض الاخلاق والتعامل باحترام هو الاساس، هو اساس الدين الاسلامي. طبعا ما هو دلوقتي اساسا احنا لو كل واحد عامل مش هقول لك جاره، عامل اخوه بما يرضي الله. تمام. يعني كل واحد لو اتقي الله في نفسه، في عياله، زي ما قلنا في مراته، موضوع الاخلاق، في اخواته، في والدته، في والده. طب ما انا دلوقتي انا اعرف شباب دلوقتي بدون ذكر اسماء ممكن يصحى الصبح كده ابوه وامه زعلانين منه، بلاش الكلمه الثانيه. فما خلاص ما هو ده نظام الشباب دلوقتي. معانا مداخله ثانيه الاستاذ سامي من المنوفيه. صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا استاذ سامي. الله يخليك. اتفضل. انا مبسوط والله بالبرنامج ومبسوط بالشيف عماد واعمال الشيف عماد والله. اه صدقنا ورافع كل واحد في المنوفيه والله. الشيف عماد حضرتك اتفضل. انا من المنوفيه. اتفضل. تشرفنا. اهلا باهل المنوفيه. الله يديك الصحه يا فندم. انا بمسع الشيف عماد وبصب عليه وبقول له انت شيف المنوفيه كلها. شكرا. طيب. الف شكر. طيب يا استاذ سامي، ايه راي حضرتك في موضوعنا النهارده اللي بنتكلم فيه، موضوع حلقتنا النهارده صلة الرحم؟ موضوع صلة الرحم يا فندم، الناس اتعلقت بالدنيا فنسك كل حاجة، نسك صلة الرحم ونسك كل حاجة. تعلق الناس بالدنيا ونسيانهم الدين ونسيانهم ربنا ونسيانهم كل حاجة، نسوا حاجات ياما. صلة الرحم دلوقتي الناس بقت مفتقداها أصلا. صح، زي ما اتكلمنا برضه، واتكلمنا إن ابتعاد الناس عن الدين والانشغال بالدنيا والأعمال الدنيوية.
ايوه يا فندم. الناس بعدت عن الدين، الناس لو رجعت لربها ورجعت للصلاه هتبدا تتماسك مع بعضها، الاخ هيتماسك مع اخوه، العم مع اخوه، كله مع بعضه، بس الناس بعدت عن بعضها، الناس كان كل اللي هي دلوقتي الفلوس والمال وجمع المال، ناسين ان في اخره وفي حساب وفي كل حاجه. عندك حق سام. انا بصبح برضه على الشيف عماد، وممكن اساله سؤال بعد اذن حضرتك؟ اتفضل. تحت امرك يا شيف عماد. تحت امرك. انا دلوقتي بعمل الكبده الاسكندراني بس بتطلع مني زفر على طول. تمام. ما فيش اي حاجه اضيف عليها عشان تضيع الزفاره دي. حضرتك انت ممكن تعمل، تجيب ليمون، تعصر ليمون مع مستردة، تمام، مع خل، مع ثوم، تضربهم في الخلاط مع بعض وحطها عليها اول قبل ما تشتغل خالص. شكرا وتسيبها فيه. وتفضل اسمع الشيف عماد، اظن رد على سؤال حضرتك. تمام، نرجع ليك يا شيف عماد. وصلت لفين؟ خلاص الطاجن كده خلاص بيتقفل يعني، خلاص جاهز. تمام، خلاص، ما هو اللي هيخش الفرن مش اكتر. بعد كده يبقى ايه، جاهزين وبالهنا والشفا. وبشكر الجمهور كله، وبشكر جميع المشاهدين، وبشكر فريق الاعداد، وبشكر حضرتك، وشكر خاص للاستاذ حور. احنا وما زلنا في برنامجنا مع الشيف عماد، وهيكمل معاك الزميل نور. تمام. اهلا بكم اعزائي الساده المشاهدين في الفقره الثانيه من برنامج وبرنامجكم حكايتنا. هنتكلم ان الحقيقه اسلام زميلي كان موجود في الفقره الاولى، كان بيتكلم عن صله الرحم. في الفقره دي هتكلم عن موضوع مهم جدا في حياتنا، بنقابل ناس، بنتعامل مع ناس جديده، بنفارق ناس، بنمشي صح، بنمشي غلط. طيب ازاي نمشي صح؟ اهو ده بقى اللي هنتكلم عليه في الفقره ديت. وكمان هتكلم عن، وطبعا هتكلم برضو عن الاخطاء اللي بيواجهها الشباب في يومين دول. بس اسمحوا لي قبل ما اتكلم عن الموضوع دوت ارحب بالشيف عماد. الشيف عماد طبعا من الشيف عملاق جدا من اساتذه في المطبخ. اهلا بك يا شيف عماد. صباح الخير، زي حضرتك. قول لنا بقى عملت ايه في الفقره الاولى. الفقره الاولانيه حضرتك، احنا عملنا الفقره الاولانيه 2 طاجن عكاوي. تمام. تمام، عشان نفكر برضو الساده المشاهدين. العكاوي دي بتاخد، بتجيب عكاوي بتلو، عكاوي البتلو، بتاخد بصل كاريه، بتاخد فلفل الوان، وبتاخد طماطم كاريه. تمام، وبعد كده بتاخدوا كلك سوتين مع بعض، بتاخد بيون، وبعد كده طبعا بتبقى انت سالق العكاوي، تاخدهم مع بعض، تديهم ورق لورا، حبهان، تديهم روزماري، تديهم ريجانو. تمام، تاخد ده كله وتدخله في طاجن في الفرن. تمام. هل الطبخ اكثر فنا ام دراسا ام هوايه؟ لا، هوايه. هوايه. طب ليه بقى هوايه؟ ليه؟ لان اللي يحب حاجه هيعملها. صح. انا بحب المطبخ. لما اخش المطبخ وانا بحب المطبخ، تمام، هبدا فيه. هطلع كل شيء انا عايزه فيه. يعني انت واخده هوايه؟ طبعا. ما فكرتش تاخده دراسه؟ ما هو انا الهوايه اللي بتديك الدراسه، ما انا واخده دراسه بس لما خدته هوايه الاول. يعني لما حبيته الاول. تمام، يعني دلوقتي انا حبيت الحاجه لازم ابدع فيها. ايه اللي طورني فيها؟ انا خدت المهنه، يبقى اخد الدراسه. تمام، عشان اخد اللغه واخد كل حاجه فيها. تمام. ايه السر وراء شهره المطابخ الايطاليه؟ الفي اي بي. الفي اي بي. في اي بي، خدمه في اي بي، لان كلها بتعتمد على المعجنات. لان من اشهر شيفات العالم الشيفات الايطالي. زي ايه المعجنات؟ ممكن معجنات، ممكن اللازانيا، ممكن المكرونات بتتعجن على الايد. تمام. ممكن دلوقتي الصوصات بتاعتها مختلفه جدا عن اي حاجه. تمام. ممكن اللحوم بتاعتها كمان، الشرب. تمام، المينستروني، طماطم. تمام، ودول من اكتر الشرب المفضله. تمام. طب في المطبخ، في المطبخ الايطالي. طب المينستروني والطماطم. ايه اكتر الاماكن اللي اشتغلت فيها واغربها؟ اغرب مكان اشتغلت فيه. اغرب مكان اشتغلت فيه؟ تمام. كنت طباخ شخصي. طباخ شخصي. في فيلا، بس بدون ذكر اسماء. لان ما ينفعش اجيب اسم الشخص اللي كنت شغال عنده. تمام، يعني كان في فيلا.
لا ما فكرتش في مطاعم. لا انا اشتغلت في مطاعم، اشتغلت في فنادق، بس دي اغرب حاجه اشتغلتها. دي اغرب حاجه. انا اول ما بدات اتعلمت اساسا عندي في البلد في المنوفيه في قريه اسمها جزيره الحجر تبع مركز الشهداء. اللي معلمني كنت واحد ابن عمتي معلمني واستاذي، هو ده اللي كل الشكر والتقدير بعد ربنا سبحانه وتعالى. هو ده اللي علمك طبعا، هو ده اللي علمني. تمام. بعد كده انا ما انساش فضله برضو لحد دلوقتي بعد فضل ربنا، بس انا اتجهت بعد كده ان انا اخدت دراسه، وبعد الدراسه انا اتجهت للفنادق وللمطاعم. وطبعا هو برضو لا يزال ان هو ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. اكتر انواع الحلويات اللي بتعرف تعملها؟ اكتر انواع الحلويات ممكن الحلويات الشرقي كلها، حلويات الشرق. الحمد لله. والجاتوهات والطرط. في حاجه مميزه بتحب تعملها او الحاجه المميزه انت بيها؟ فروت سلطه. الايه؟ فروت سلطه. الفروت سلطه. تمام. طب مقاديرها؟ المقاديرها بتبقى الفروت سلطه دي بتبقى جميع انواع الفواكه. تمام. جميع انواع الفواكه مع عصير مع عصير مانجا. تمام. طب بما ان احنا بنتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده عن الاخطاء اللي بيواجهها الشباب يومين دول، ايه وجهه نظرك في الاخطاء اللي بيواجهها الشباب يومين دول؟ اكتر حاجه بيقابلها الشباب هي حاجه واحده، التدخين. التدخين. التدخين لان التدخين بيوصله لمراحل تانية جدا. يعني بيوصله لمراحل ممكن يخش في ادمان، ممكن يخش في مصحه. أيوة. ممكن حاجات كتير قوي. فعلا. انا بس هما مش يعتبر يعني مش الشباب بس هما اللي بيعملوا كده، انا بشوف في أبم يعني كبار وصغيرين. يعني ممكن دلوقتي وانا ماشي في الشارع بلاقي عيال صغيره جدا وبيشربوا سجاير. ما هو اصل انا دلوقتي شفت اخويا الكبير بيشرب او أيوة. شفت والدي. انا ما اعملش زيه ليه؟ تمام. ما هو الابن الاب قدوه للابن. صح. الاخ الكبير قدوه للاخ الصغير. صح. ما هي كده. يعني دلوقتي انا لو لقيت والدي بيروح يصلي الجامع كل وقت، عودني على كده، ما انا هروح وياه. صح. انا الاقي والدي بيشرب سجاير هعمل ايه؟ هروح الجامع؟ صح. لا طبعا هشرب سجاير. صح. طيب ايه المطبخ المناسب ليك كشيف؟ انترناشونال. انترناشونال. تمام. ميزه المطبخ الانترناشونال ان هو شامل جميع انواع المطابخ. جميع انواع المطابخ. أيوه. شرقي وغربي. شرقي وغربي وايطالي وبرازيلي وامريكي جميع. طب لان بيتسمى في الفنادق الشيف بتاع المطبخ الانترناشونال الجوكر بتاع الفندق. تمام. الجوكر يعني اي مكان يسقط من الصف بتاعه هو اساسا بيبقى عنده الجوكر بتاعه. اطلع. تمام. قول لي ايه اللي بيميز كل حاجه في المطبخ بيه؟ طبعا الاكل الشرقي طبعا معروف لا يعلى عليه. لا والبيض الايطالي انت هتنسى برضه. لا الاكل الشرقي كبالنسبه للمصريين لا يعلى عليه. اما انا مصري اهو باكل البيض الايطالي. ماشي. اصل ده مطبخ ايطالي. لا احنا بنتكلم دلوقتي عن المطابخ. مطبخ ايطالي. تمام. المطبخ الايطالي. طيب المطبخ الايطالي بيتميز بالبيتزا بتاعته والمكرونات. انت معروف كشيف حفلات. تمام. ازاي بقى بتجهز للطبخه بتاعتك؟ انا دلوقتي بروح العميل بيتصل عليا. تمام. بقعد معاه بعرف هو محتاج كام وجبه بالظبط وايه مكونات كل وجبه. اما بقى لو محتاج مشويات في الحاجه ببدا اتبلها قبلها بيوم، ابدا اخد فريق الاعداد بتاعي لان انا باخد المطبخ بعمل له مطبخ كامل متكامل عنده مكان ما هو عايز. باخد للصف بتاعي برضو انا معايا الحمد لله جميع الشيفات. تمام. من جميع الطبقات، من جميع البوزيشنات. لان ده يعتمد على الخبره، على الذكاء، على اللباقه. طقم السيرفيس كامل لوحده. طبعا ده كله ده عوامل كلها مساعده. لان طبعا الارقام بتاعتك بتبقى خياليه. انا شايفك دلوقتي بقى بتعمل تورته والصراحه يعني منظرها جميل جدا. قول لنا بقى زينتها كده ازاي. بص هي التورته عامه الاستاذ رجب كان متصل عشان يعرف طريقه التورته، فهو احنا اساسا عاملين تورته. التورته بتجيب نص كيلو دقيق. تمام. و10 بيضات. تمام. تمام. وبتضرب البيض الاول. بعد كده بتنزل عليه بالدقيق. تمام. تمام. بعد كده بتدي له بيكنج باودر وفانيليا. تمام. تمام. بعد كده بتروح جايب الصينيه بتاعتك اللي انت الصينيه او الصاج او ايا كان اللي انت هتعمل فيه. تمام. وبتصب فيه العجينه، بس قبل ما بتصب العجينه بتاعتك فيه. تمام. بتحط ورق زبده من تحت. تمام. علشان يعمل عازل. تمام. بين الصينيه وبين الايه؟ التورته. وبين التورته. تمام. تمام. بعد كده بتخش درجه الحراره على 180 درجه. تمام. ما بتتفتحش عليها الا بعد تلت ساعه بالظبط. طيب هي بتتعمل بدقيق معين؟ هي في دريم كيك. دريم كيك. تمام. وده اللي هو جاهز. ده بيبقى للتورته بس. ده جاهز للتورته بس. ممكن بقى
في اماكن تانية اللي هم عايزين يعملوا دي فاخر بيجي حاجه اسمها محسن كيك. محسن كيك، محسن كيك عشان يعالج. بس بقى دي بتبقى طريقه غير دي. تمام. لان الدريم كيك بيبقى جاي الدقيق بتاعه جاهز كامل مكمل. اما البلدي لا، يعني اسمها تورته بلدي. التورته البلدي بتبقى عباره عن دقيق فاخر. تمام. بتضرب الاول البيض مع السكر. البيض مع السكر. بيض مع سكر. يعني 10 بيضات مع نص كيلو سكر. او كيلو الا ربع بالظبط سكر. تمام. وبعد كده بتضربهم مع بعض في اتجاه واحد، ما ينفعش تضرب في اتجاه وترجع من اتجاه. أيوة. لان لو ضربت في اتجاه ورجعت فيه نفس هو هتفك معاك تاني. لا انت بتربط. بعد كده بتنزل بالدقيق وتقلبها مرتين او ثلاثة مع البيكنج باودر والفانيليا وتصب. اما بعد كده، اما العادي. طب انزل لنا بقى طبق السلطة. تمام. تمام. اما دلوقتي بالنسبة معانا مداخلة من المنوفية. اهلا بك يا هند. ازاي حضرتك؟ ممكن اكلم الشيف عماد؟ اتفضلي. اتفضلي شيف. صباح الخير. تحت امرك. تحت امرك. منور والله، انا متابعاك من اول يوم وحضرتك يعني عامل شغل جامد. شكرا. تحت امرك. تحت امرك. بس حضرتك عايز اسالك سؤال. تحت امرك. انا كل ما بعمل الكفته بلاقيها بتكس مني، ما بتطلعش طويله كده زي ما بشوفها في الافراح. تمام. ممكن تقولي بس ايه السبب؟ تحت امرك. حاضر. اي حاجه تانية؟ طيب قبل ما تقفلي ممكن تقول لنا ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ سمعتوني؟ طب دلوقتي معانا من التلفزيون. طيب شكرا. بالنسبه للكفته نرجع تاني شيف عماد. تمام. بالنسبه بالنسبه بقى طبق السلطه. حاضر. بالنسبه للكفته. تمام. تمام. بالنسبه للكفته بتبقى هي الكفته اساسا انت بتجيبي كيلو لحمه. تمام. عليه ربع كيلو دهن. كيلو طيب لحم. طيب انت حطيت العكاوي في الفرن؟ العكاوي في الفرن وجاهزه كده خلاص. تمام. كده 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 جاهزه خلاص العكاوي في الفرن. نشوفها. طيب يا جماعه ريحه الاكل جميله جدا. يا ريتكم كنتوا معانا والله. دقيقه واحده وخرجها. استوت؟ جاهزه خلاص. تمام. تمام. دلوقتي بالنسبه للكفته انت بتجيبي كيلو لحمه. تمام. تمام. كيلو لحمه عليه ربع كيلو ده وتروحي جايبه عليه بصلايه. تمام. وتروحي جايه فرمها فرمه مظبوطه في المفرمه او في الكبه زي ما حضرتك عايزه. بعد كده بتروحي جايبه التوابل بتاعتك. التوابل بتاعتك بتبقى عباره عن فلفل اسمر وكمون وبهارات وممكن كيس خلطه كفته. طيب الشيف عماد، ايه المواصفات اللي بتميز الشيف الناجح عن اي شيف تاني؟ الاداء واللباقه والطعم وانواع اكلك، برستيجك، معاملتك مع الناس، شهرتك، الستايل بتاعك ذات نفسه. انت دلوقتي داخل حفله او داخل مناسبه. تمام. انت اهم حاجه في شغلنا، اهم حاجه انك تعمل برستيج كويس، حاجه كويسه، حاجه جميله. تمام. من ناحيه تانية انت دلوقتي بتعمل ديكوراتك وبتعمل الشهات بتاعتك علشان تخطف الزبون. الزبون عامه او العميل او اي حد داخل معنا لازم يخطف بالعين. عبد الغني. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. اخبار سيادتك يا فندم واخبار الضيف اللي مع حضرتك ايه؟ الحمد لله. تشرفنا بحضرتك. ممكن نكلم الشيف عماد بعد اذن حضرتك؟ تحت امرك. اتفضل. طيب ممكن تقول لنا راي حضرتك في الحلقه بتاعت النهارده؟ راي حضرتي؟ في بر الوالدين وفي الرحم وبرضو عن الموضوع اللي هو الاخلاق بتاعت الشباب. يا حضرتك صله الرحم والاخلاق الاثنين مرتبطين ببعض. تمام. ليه؟ لان لو تيجي على اساس الاول ان مثلا هتيجي تقول ان لو البيت متاسس على الدين وعلى الاصول من الاول بتلاقي صلة رحم. طالما لقيت صلة رحم يبقى لازم يبقى فيه اخلاق. يبقى لازم يبقى فيه اخلاق. طالما انعدمت الاخلاق يبقى مش هتلاقي صلة رحم. يعني هو واحد ما انعدمت من عنده الاخلاق يبقى ازاي هيوصل الرحم بتاعه؟ تمام. تمام. وده ينطبق كمان مش اي مثلا اللي ماشي. ممكن انت تلاقي واحد بيصلي وتمام وتمام بس صح. هو كشخصيته منعدم من عنده الاخلاق. ايوه ايوه. وبرده مش كل حاجه صله الرحم. يعني هو مش قصدي ان احنا نعمل في صله الرحم بس برده في صلاه وعباده وفي حاجات تانية برده. ايوه ايوه.
تمام. ما تحب بشكرك. تحب طيب تسأل الشيف عماد على أي حاجة تاني ولا؟ طبعا أكيد ممكن أسأله سؤال. تمام، تحت أمرك، اتفضل. إزيك يا شيف عماد؟ تحت أمرك، إزي حضرتك؟ تمام والله. بعد إذن سيادتك أنا ممكن عايز أعرف طريقة العمل الخضار الشتيه. تحت أمرك. يعني الطريقة بتاعته، المكونات، المقادير، درجة السوى كده، لأن أنا لما بعمله ما بيطلعش، ما بيدينيش التست اللي هو المظبوط بتاعه. تحت أمرك. ممكن سؤال تاني بعد إذنك؟ اتفضل. بالنسبة للي هو الرز البسمتي بالخلطة، حضرتك كنت عملته في الحلقة اللي فاتت بس يعني أنا ما فهمتش قد كده، ممكن حضرتك توضحه لنا مرة تانية؟ تحت أمرك. حاضر. ماشي يا باشا. تمام، ماشي يا باشا. أشكرك. شيف عماد. دي بقى العكاوي؟ إن شاء الله. هو إيه بقى اللي على الوش دوت؟ ده بيبقى طماطم عشان الجرنش، عشان تاخد وياك وش. تمام؟ تمام. ممكن بقى بتجرني زي ما أنت عايز بقى. ليمون. روزماري. حاجة أنت، حاجة طريقتك أنت. ده روزماري؟ أه. تمام. حاجة بتاعتك أنت، حاجة شكلك أنت. أيوه. حاجة يعني إيه؟ تبقى نظام، حاجة شو بتاعك أو شغلك أنت. تمام؟ تمام. دلوقتي إحنا بنتكلم على نجاح الشيف. نجاح الشيف أهم حاجة ان انت دلوقتي السبيشال بتاعه، تمام، او طريقه شغله، طريقه معاملته، طقم السيرفيس بتاعه ذات نفسه بيبقى شكله ايه، عامل ايه، اسلوبه ايه، لبسه ايه، طريقته ايه، اللباقه بتاعته ايه. تمام. ده كله بيبقى وياه. تمام. بالنسبه بقى نرجع للاستاذ عبد الغني اللي كان دلوقتي بيسال على الخضار السوتيه. ممكن يا استاذ عبد الغني، خضار السوتيه بيبقى كوسه وجزر، بروكلي، وقرنبيط. تمام. وممكن في ناس بتحب ان هي تحط. ومعانا مداخله من نوره من البحيره. صباح الخير يا نوره. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت بس عايزه التورتايه ديت، بس عايزه مقاديرها تاني. تحت امرك. حاضر. اسمعي الشيف وهيرد عليك حالا. التورتايه بتبقى. أيوه. طب نخلص الخضار السوتيه الاول. تمام. بعد كده نخش على التورتايه عشان ايه ما ننساش حق اي حد بيتصل. تمام. اوكي، سريع عمال. الخضار السوتيه، الخضار السوتيه بيبقى بيتقطع زي ما حضرتك عايز. في بيتقطع ورق شجر، في بيتقطع بتونيت. تمام. في بيتقطع كاريهات وبيتسلق 3 ارباع سوا، وبعد كده بيطلع بتجيب بصلايه مفرومه خالص، تاخد السوتيه مع سنه ملح، تمام، وسنه روزماري وزعتر، وبتنزل وسنه بيون، وبعد كده بتنزل على الخضار السوتيه بتاعك. تمام. ده كده خضار السوتيه. تمام. بالنسبه للرز البسمتي سريعا، الرز البسمتي بتجيب انت حضرتك الرز البسمتي بتسلق 3 ارباع سوا، بعد كده بتجيب لسان عصفور بيبقى متحمر وجاهز 3 ارباع سوا برضه، بعد كده بتروح جايب الشعريه تنزل عليهم وبتشمع بالظبط حوالي 7 دقايق او 8 دقايق بالظبط، خلاص رزك كده بقى جاهز. تمام. كده الرز بتاعك بقى جاهز وتمام وزي الفل. تمام. بالنسبه لايه تاني حضرتك؟ طيب هنطلع فاصل صغير اعزائي المشاهدين وهنرجع تاني. ورجعنا لكم من جديد اعزائي المشاهدين، ومعانا طبعا الشيف عماد. صراحه ريحه جميله بتاعت التورته. كنا عايزين برضو نشوف السؤال بتاع المداخلة اللي كانت عندنا من بخصوص التورته. تمام. بخصوص التورته حضرتك بتجيبي نص كيلو دقيق دريم كيك، بعد كده 10 بيضات، بتضربي ال10 بيضات الاول مع بعض في اتجاه واحد، بعد كده بتروحي جايبه نازله بالدقيق دريم، بعد كده يبدا يتقل وياكي، بعد كده بتروحي جايه حاطه واحده بيكنج باودر واحده فانيليا علشان الزفره بتاعت البيض، بعد كده بتروح جايبه الصينيه بتاعتك او الصاج ايا إن كان انت هتعملي فيه ايه. تمام. وفرشاه من تحت ورق زبده من غير ما تحط فيه اي حاجه من تحت، ولا زيت ولا سمنه ولا اي شيء خالص، وبعد كده بتروح تدخلها الفرن على درجه حراره 180 درجه. بعد كده اول ما بتطلع من الفرن، تمام، بتطلع بتروح جايبه مفضياها، بتروح جايبه الصينيه وباي حرف اي حاجه دايرين داير كده بحرفها مش بوشها عشان ما تبوظش معاك الحاجه، بعد كده بتروح قلبها وتروح عدلها، بتروح شايله من تحت الورقه اللي انت بتاعت الزبده، بعد كده بتشيل القشره بتاعتها من تحت والوش بتاعها من فوق علشان ده بيبقى زفار بيض. تمام. بعد كده بتروح جايه مقطعاها 3 شرايح، وتروحي جايبه نص كيلو كريمه ضرباها مع نص كيلو سكر، تمام،
وبعد كده تروحي جايه مجلسه مجلسه، جايبه انت حاطه الفورمه بتاعتك اول حاجه اول طبقه، بتروحي جايبه بيبقى معاكي ميه كمبود او شربات ايا كان اللي انت هتعوزي يبقى طعمه حلو بالنسبه لك علشان تبقى طريه وياكي في الاكل ما تبقاش ناشفه. بعد كده بتزقيها، وبعد كده بتدي كريمه وتجلسي، وبعد كده بعد كده ثلاث حاجات على نفس الطريقه. طيب بعد كده تمام. كيفيه تحضير الشوكولاته المخلوطه؟ انت بتجيب الشوكولاته عادي خالص، تبشرها وبتسيحها على النار، يا بزيت يا بكريمه حاجه من الاثنين. تمام. وبعد كده بتخلط زي ما انت عايز، بتخلط اشكالك وبتعمل كل حاجه اللي انت عايزه، الشوكولاته البيضاء، الشوكولاته الايه البني، كذلك الامر. انت تخلط بقى زي ما انت عايز. تمام. ممكن كمان في التزويق بتاع التورتايه ممكن تروح جايب كيس جيلي، جيلي فراوله او جيلي مشمش، وبتروح جايب البودره بتاعته مفضيها. تمام. مفضيها على ايه؟ على كريمه. تمام. ومقلبها ببعضها، هتطلع وياك اللون بتاع الايه؟ بتاع الجيلي بس من غير بودره. تمام. وتبدا في الكيس بتاعك وتجلس زي ما انت عايز. ممكن برضو كريز، ممكن الشوكولاته دي بعد هي ما بتسيح انت بتروح جايب ورقه زبده وعامله عليها الفورم بتاعتك دي. تمام. طب ازاي ازيل التلج من الحاجات المتجمده؟ تعمل لها دوب فرص. بمعنى ان انا بجيب الحاجه بخرجها بره، يعني دلوقتي انا هشتغل بلحوم او بسمك او ايا كان. تمام. قبل ما اشتغل بساعتين او ثلاثه بطلع الحاجه دي تفك خالص، دوب فرست ده في الفنادق عندنا كانت تطلع الحاجه قبلها بثلاث اربع ساعات علشان تفك فك كان طبيعي، عشان لو اتفكت في ميه خلاص كل القيم الغذائيه اللي فيها راحت. تمام. يعني ما بتحطش عليها ميه سخنه ولا حاجه؟ لا 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 نهائي، مستحيل، ما ينفعش. طب ليه بقى؟ ده غير صحي. ما انا بعمل كده. لا ده غير صحي. تمام. وغير كده انت فقدت جميع القيم الغذائيه اللي فيها. اي قيم غذائيه فيها خلاص. الميه السخنه تفقد القيم الغذائيه؟ ايوه، اصل هي حاجه مفرزه. حاجه طالعه من فريزر. تمام. على ميه سخنه نزلت كل القيمه الغذائيه اللي فيها، ومش حتى لو عاوز تقطعها مش عارف تقطعها. بس فهي ما ينفعش. تمام. لازم دف رست. تمام. طب ايه رايك بقى في الموضوع بتاعنا؟ الموضوع بتاعنا ما هو الا ان كله يرجع نرجعه للدين بتاعنا شويه. انا بتكلم على اخلاق الشباب. اخلاق الشباب ما هي برضو كله مربوط ببعضه حضرتك. كله مربوط. اصل دلوقتي طيب. انا دلوقتي مش هبه مراعي والدي ووالدتي ومتقي ربنا وبصلي بأدي فروضي وربنا مش هيكرمني. طيب ومعانا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك. ازاي حضرتك يا استاذ نور، عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن بس استفسار للشيف امام؟ تحت امرك. أيوة. اتفضلي. كنت عاوزه بس اسال على طريقه عمل الغريبه. تحت امرك. طيب اتفضلي. ماشي مع الشيف امام. طيب تمام. اما دلوقتي بالنسبه للشباب، دلوقتي الشباب، انا دلوقتي طول ما انا مراعي دنيتي ومراعي حالي ومراعي ربنا، في انا لو راجل متجوز، في مراتي، في عيالي، في والدي، في والدتي، في اخواتي، ده كله مش هيبقى في اي مشكله بالنسبه لي. صحيح. مش هبص للسجاير. صحيح. مش هبص للمخدرات. مش هدور ان انا ما عنديش شغل. تمام. مش هدور ان انا مخنوق، ان انا زهقان. لا طبعا. ايوه ده كله هيبقى بالنسبه لنا اللي بتقدم في حاجه برضو، اللي هي الاغاني دي اكتر حاجه بتضيع الوقت، بتبقى معنى كلمه ادمان. طب انت بدل ما بتسمع اغاني اسمع قران. طب الاغاني بتنسيك مشاكلك لكن القران بيحلها لك، ليه بقى ما نسمعش قران؟ حاجه برضو من اطاعه ربنا برضو، يعني دي برضو حاجه كذا، صله الرحم برضو حاجه من طاعه ربنا، وطبعا القران برضو من طاعه ربنا، وطبعا الطاعات بترفع من معنويات الانسان. من الذنوب. من الذنوب. ايوه، يعني دلوقتي انا طول ما انا في طاعه. أيوة. ربنا بيشيل عني السيئات، بيشيل عني ذنوب، بيشيل عني حاجات كده جايه لي، بيشيل عني مرض، بيشيل عني تعب، بيشيل عني كل شيء. تمام. اصل انا دلوقتي طول ما انا مع ربنا انا محتاج ايه من الناس؟ تمام. مش محتاج حاجه. ليه؟ ربنا يسهل لك كل شيء. تمام. ومعنى ان ربنا يحبب فيك الناس دي لوحده كنز من كنوز. وبالتالي تكون انتهت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده. تحب تقول حاجه جديده؟ تقول انا بشكر جميع المشاهدين، وبشكر فريق الاعداد، وبشكر حضرتك، وبشكر الاستاذ حور، وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وساندتني، وبشكر دعمهم ليا، وبشكر كل الناس. وبالهنا والشفا، وتصبحوا على خير.
بشكر برضو فريق الاعداد محمود، وبشكر برضو بروديوسر استاذ حور. شكرا لحضراتكم، مع السلامه.